السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان أخوات المتتبعين ديال اختيشة دا إيطاليك، يبقيتو لبس عليكم، عواش لكم بروكا بصحة والسلامة وبهنا وراحه البال والتوفيق والنجاح والتيسير. وشكرا أخوات اللي كانوا ساندوا إبراهيم وكوثر، شكرا لهم بزاف بزاف، الله يجازيهم بالخير والله يجعلها في ميزان حسناتهم يا ربي. وشكرا لهم والحمد لله على السلامة، ونطلبهم الله التيسير الحمد لله والتوفيق والنجاح. والله يعطيكم النجاح كلكم يا المتتبعين، كلكم الاصدقاء ديال شادة ايطالي، التلاميذ ديال شادة ايطالي، الله يعطيكم النجاح والتيسير والتوفيق، وربي ينور لكم الطريق ويشرح الصدور ديالكم وينور لكم البصيره ديالكم. وشكرا الاصدقاء ديال شادة ايطالي اللي ساعدوا ابراهيم وكوثر، شكرا لهم بزاف بزاف، وفرحنا مبروك النجاح، فرحنا ليهم بزاف بزاف، مبروك ليهم، مبروك النجاح للبنات اللي نجحوا، مبروك ليهم. وشاركنا معكم هذه المائده ديال الافطار. نقول لهم بعد واحد الحاجه، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين كلشي على خير وبخير. المهم اليوم اختي جات انها تبارك لكم وتقول لكم مبروك على الاخوات اللي كانوا ساهموا معاها بلي قسم الله، يعني في داك المساهمه اللي كانوا كيساهموا الوليدات. واليوم قلت لها تبارك الله هذوك الاخوات اللي كانوا ساهموا معاك راهم نجحوا فيهم تبارك الله النص الكبير، وفرحات وقالت لي عقبه ان شاء الله للسياقه وعقبه ان شاء الله الطوموبيل، وربي يسهل لكم الامور وينور لكم الطريق كما نورتوها في وجهنا، الله ينورها في وجهكم يا ربي وخليناكم على خير. ايوا صافي، هي هذيك قلت لها راهم نجحوا، قالت لي صافي انا اليوم محدي لابسه لابسهم صوب الفطير، غادي منها نشكرهم منها نبارك ليهم النجاح ونقول لهم ان شاء الله العقبه للسياقه ان شاء الله، والعقبه لشي طوموبيل زوينه. ايوا ان شاء الله عليكم يا البنات وخليناكم على خير، مبروك عليكم وبالتوفيق والنجاح للجميع يا ربي، حتى الناس اللي عاد مقبلين على الامتحان الله يعطيهم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم والله ينور لكم الطريق. يلا ابوني ابوني طلعوا الفيديو، ابوني العالم ام كوثر وابراهيم وتهلاو في شهاده ايطالي. يلا السلام عليكم ورحمه الله، صحه فطوركم، صحه فطوركم.